السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد. مرحبا بجميع المتتبعين. عدنا والعود أحمد. كنتمنى يا ربي يبركم هذا الفيديو وانتم بأتم الصحة والعافية. أخوتي أخواتي، اليوم جينا مجموعين إن شاء الله نشوفوا يوم الخطوبة شنو كيكون، شنو كيدي العريس يوم الخطوبة، نهار الأول اللي غيمشي يخطب شنو تخصو يدي. أول نهار غادي يمشي يخطب العريس غادي يدي إن كوب ديال الشكلاط. سيبوزون بحال دابا هادي إن كوب غادي يعمرها بالشكلاط وغادي يمشي وغادي يدي مشموم ديال الورد، لا غير مشموم ديال الورد والشوكولا. غادي يمشي يخطب، عندك التشكيلة ديال لي كوب على قد جهدو وعلى قد جيبو، كل واحد تيمشي على قد الجهد ديالو. يمكن له يدير حتى شي حاجة بحال هكذا، ما هي جاج ما هي كريستال، دومي دومي نص نص. الوغ كاين واحد التشكيلة كبيرة ديال شنو تخصو يدي نهار ديال النهار الاول ديال التعارف اللي غيمشيو يتعرفوا. يمكن له يدي حتى وحده بحال هذه معمره بالشكلاط. انا قلت لكم كل واحد على قد جيبو وعلى قد المستطاع ديالو. الوغ داز النهار ديال الكمال، مشاو وقالوا ومشاو خطبوا وقالوا حنا جايين خاطبين راغبين بنتكم ان شاء الله. الوغ داز هاد النهار غادي يجي يوم الكمال، يوم الخطوبة اللي على حقها وطريقها. الوغ شنو غادي يعبي العريس؟ كاين العريس اللي تيقول لك انا بغيت ندي ميدات، تنديرو له ميدات صغيرين، سوا هادو ميدات صغار ماشي كبار، هادو الدياميتر ديالهم يلاه فيه واحد 40 سنتيم، اما الميدة اللي كبيرة كتكون فيها 70 سنتيم في الدياميتر. تتمشي هاد الميدة الصغيرة بحال دابا إلا عرينا هاد الميدة غادي نجبرو فيها اون بياس مونتي، اون بياس مونتي بحال هادي اللي غادي نعمروها بالشوكولا. الشوكولا إما جوج كيلو إما ثلاثة كيلو إما على حسب المدعوين اللي كاينين، كاين اللي كيدير 20 ناس، كاين اللي كيدير 30، كاين اللي كيدير 50، الواحد كل واحد أنا كيف قلت لكم وجهتو. غادي نعمرو هادي بالشوكولا وغادي نديرو وحدة أخرى بحالها لا ميم شوز اللي غادي نعمروها بالتمر. التمر من الأحسن يكون معمر بالكركاع، تيجي هماوي وتيجي زوين. ألوغ هادو جوج ميادي، وتنديرو معاهم ميدة تالتة بحالهم اللي تيكون فيها الذهب اللي غيمشي للعروسة، لأن نهار ديال الكمال لابد تخص يكون الذهب، شي حاجة سنسلة دمليج مكانة، المهم تيكون شي حاجة ديال الذهب. اللي ما بغاش يدير ميدا تيدير هكذا، تيدير كوفخي صغير، كوفخي صغير تنحطو فيه إما خاتم ولا دمليج ولا كل واحد وشنو على حسب المستطاع ديالو. هادو أنا دايرة اسم الله محمد غير ديكوراسيون هنايا. ألو عندنا كيف قلت لكم هاد الموديل ديال الخطوبة اللي تيكون صغير، وعندنا موديل اخر غنرويه لكم هو هذا. هذا الموديل حتى هو تيمشي في الخطوبة، هانتوما تتشوفوا حتى هو فيه لا بياس مونتي بحال دابا، وحده فيها التمر كي قلت لكم معمر وحده فيها الشوكولا.
حتى يمكن لا الشوكولا اللي ما كاينش الناس بزاف نكتفيو هي بهاد لاكوب هاريت شوكولا، وهي ماشيه مع الموديل ديال تيافر. هاد تيافر اكيد كيتكراو وتيرجعوا للمالين المحل. الوغ هنا حتى هنا تيمشيو اما ثلاثه او جوج اللي بغى يدير الذهب فيهم، لان انا كنفضل ندير الذهب في شي ميدا اللي غادي تكون باينه، ملي كتكون الميدا كتعطي واحد المنظر لذاك الذهب. ما كتذهب لان كناخذوا اغلى حاجه هي الذهب كناخذوها وكنديروها في داك الكوفخي الصغيور، ما تيبقى عاطي حتى قيمه. ملي كتكون ميدا كتعطيه القيمه اكثر واكثر. بحال دابا هنا شوفوا راني دايره الذهب هنايا في ميدا، كتعطي واحد القيمه اكثر للذهب وسميت. الوغ هادشي اللي كيتحتاج نهار ديال الخطوبه اللي كتمشي تخطب وكتكمل وتيقولوا الله يكمل بالخير، انا قلت لكم تيكون التمر، تيكون الشكلاط، تيكون الذهب، واكيد تيكون المشموم ديال الورد. مشموم ديال الورد اللي كتاخذوا اما مشموم ناتوريل مشموم ناتوريل، ولا تيمكن لك دير مشموم بحال هكذا، مشموم اللي تيكون ارتيفيسيال اللي تيبقى عند العروسه دائما في الدار ديالها كتزين به الدار ديالها. الوغ كنتمنى نكون فدتكم بهذا الفيديو هذا، واخا فيديو قصير المهم فيه شنو تيمكن لك دي نهار ديال الخطوبه. كاين اللي كيزيد تيقول لك بغى يزيد الحنه، بغى يزيد التفاصيل ديال اللباس اللي غادي تخيط العروسه، بغى يدير ساك، بغى يدير صباط، هادشي كله تيمكن له يديرو. كل واحد انا قلت لكم تيمشي على قد مجهوده وعلى قد استطاعته، ولكن ملي كتدخل في التواب وكتدخل في الساك والصباط ما غيبقاش قد بحال هاد الميداء الصغيره ما غتقدكمش، والا غادي يجي داك شي شي فوق شي ما غادي تبان حتى شي حاجه. الا كان هذاك المسائل هذيك يمكننا نديرو ميداء اللي كبر شويه وغادي نديرو فيها لي كادو وغادي نديرو فيها اللباسي. بحال دابا هادي انا نرويكم بحال هنا كنديرو اللبسه كنديرو لها الكاش ديالها اللي كيجي مطروز ومصوب على حقه وطريقه، وكنديرو بحال دابا هنا ساك، هنا صباط، على كل حاجه والشكل ديالها هانتوما. بحال دابا ساك وصباط ولا فولاغ ولا داكشي اللي كتب الله ولا عطر ولا الواحد اللي بغى يديرو، واللبسات تيمشيو هكذا في الكاش ديالهم. وتتمشي هذه ميدا كبيره شويه كتمشي فيها هادشي ديال الكادويات اللي كتبغي دي العروسه. هذا كيبقى اختياري، ماشي لازم يكون في الخطبه، ولكن كاين اللي كيقول لك لا انا لابد تخصني نهبي هادشي في الخطبه. حنا تنيسروا له تنقولوا له هذاك كل واحد شوت من المضل، كل واحد وكي تيبغي. هكذا تيكون كيف قلنا التمر معمره، الشوكولا، المشموم ديال الورد، اكيد الذهب لازم منه، وهاد المسائل اللي رويتكم ديال الكادويات تيبقاو اختياريين. الحنه كذلك كتبقى اختياريه، اللي بغى الحنه راه كاين اشكال كبيره وكثيره ديال الحنه، تيمكن له يشوف الموديل اللي بغى، وتنمشيو على حسب الموديل اللي بغى هو والشكل اللي بغى هو. انتما كتشوفوا هنا الموديل اللي كاينين ديال الحنه، ولكن انا في نظري كل واحد تيدير بريو. انا في نظري وحنا عندنا هذه في هلفاس كيديروا الاكثريه التمر والشوكولا ومشموم ديال الورد والذهب. بغاو يزيدوا النوغا اليوم حتى هي بدينا كنزيدوها في المسائل ديال الخطوبه، تنزيدوا حتى النوغا حتى هي كتجي زوينه. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى نكون فدتكم ونكون
ويكون عجبكم الفيديو وراكم، وما تبخلوش عليا بالاشتراك اللي عاد تيشوف الفيديو، ما تبخلوش عليا باللايك وبتعليق. اكيد التعاليق ديالكم هي اللي كتهمني اكثر واكثر، وهي اللي كتخليني نزيد نعطي احسن ما عندي. وتنقل لكم شكرا لكم، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، مع الف الف سلامه.